بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من الكحة، من السعال الحاد، من ضيق التنفس، التهاب الحلق أو البلعوم، من الزكام أو سيلان الأنف، اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد السيرو ديال الحبة السوداء طبيعي اللي غادي يشفيكم من أول يوم. كيقوي الجهاز ديال المناعة، كذلك كيأتاكي لنا النزلات ديال البرد. فإذا كنتوا مصابين وكتعانيوا من الكحة والنيوف ديالكم كيسيلوا، جربوا هذه الوصفة هذه بسرعة، يعني ما تردوش. هذه الوصفة يعني كتنظف في الصدر إذا كان عامر، كذلك كتحد من الكحة وكتقضي على يعني الالتهاب ديال الحلق أو البلعوم. فغادي تجربوها غتشافوا بإذن الله من أول يوم. وصفة النتائج ديالها مبهرة، كتقتل الفيروسات وكذلك الميكروبات، وكتحد من الكحة وكذلك من سيلان الأنف ومن يعني الزكام أو لا الرواح كيف ما كنقولوا. فغادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات، طريقة التحضير. غير ما تنسونيش أحبابي، يعني في الأول ما تنسونيش واحد لايك الفيديو، الله يحفظكم، الله يسر لكم الأمر ديالكم، غير هكا باش يطلع التفاعل ويشوفوا الناس إن شاء الله الوصفة ويستافدوا منها. فإلى أنتوما شجعتوني بلي لايك، غتخليوا أن هذا الفيديو هذا يكون عليه تفاعل، فما تنسونيش من اللايك ديالكم والله يسر الأمر ديالكم، وكذلك بارطاجوا هذه الوصفة إن شاء الله باش تعم الفائدة وكاع الناس يستافدوا منها. عندنا أول مكون كيف ما كتشوفوا معايا اللي هو الحبة السوداء أو السانوج، عنده واحد الدور مهم يعني في علاج المشاكل ديال البرد، كذلك يقوي لنا من الجهاز ديال المناعة. هذا السانوج أو الحبة السوداء عندها بزاف ديال الفوائد اللي سبحان الله فوائد عظيمة. كذلك يعني كتنظف الصدر، تتسرح الشعب الهوائية، كذلك كتقلل لنا من داك الاحتقان ديال البرد، وكذلك يعني كتعالج داك الحريق ديال الحلق او البلعوم، ومزيانة بزاف يعني كتحد من السعال، كتحد من نزلات البرد. فكنستعملوا منها هنا واحد الكمية كيف ما كتشوفوا معايا، وتنضيفوا عليها ماء معدني، ماء معدني كنضيفوا عليها غير تقريبا واحد نص كاس كبير ديال الماء معدني كما كتشوفوا معايا، كديروها في واحد الكاسرونه او لواحد الاناء، وغادي نديها نخليها كطيب على واحد النار تكون متوسطه، حتى يعني يتغير اللون ديال الماء يولي واحد اللون كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. المهم كتخليوها واحد 15 دقيقه هكا على نار متوسطه. ودابا غادي نبداو نوجدوا الوصفه ديالنا بلا ما يعني توجد لنا الحبه السوداء. في هذه الوصفة غادي نحتاجو العسل كما كتشوفوا معايا في الفيديو، غادي نحتاجو العسل، غادي ناخدو واحد الكمية. هنا بالنسبة للكمية ديال العسل، كديرو الكمية اللي غديروها تاع العسل غديرو نفسها ديال داك الماء ديال الحبة السوداء كيف ما غادي تشوفوا معايا في لا فيديو. فكندير هنا واحد الكميه ديال العسل. بالنسبه لهاد السيرو اللي غادي نحضره، ممكن ديروا الكميه اللي بغيتو، فهو ما كيخسرش يعني، غادي تحتفظوا بيه في الثلاجه ما كيخسرش يعني، كيبقى مزيان حتى كيتقاضى. ولكن غادي هنيكم، وغادي يعني الا كنتو ما كتبغيوش الدواء يعني ما كتشربوش الدواء، اولا يعني كيجيكم بزاف يعني هاد كيضرب لكم البرد بزاف اولا كتكحوا بزاف، فهاد الوصفه غادي تفيدكم بزاف، وانا متاكده غترجعوا تشكروني عليها في التعليقات. درت واحد الكميه ديال العسل كما كتشوفوا معايا، اهم حاجه تكون واحد القنينه ديال الزاج. هنا من بعد ما وجدت لي الحبه السوداء يعني طبخات مزيان، تناخذوها كنصفيوها مباشره وهي سخونه فوق العسل. والكميه اللي كديروها ديال العسل غادي ديروها ديال الحبه السوداء، يعني ديال داك الماء ديال الحبه السوداء. المهم كما غادي تشوفوا معايا هنا في الفيديو بحال غديروا نص نص كما تنقولوا. هنا صفيت هاد الكميه هادي كما كتشوفوا معايا، وهنا غادي نوريكم. المهم غادي غير عينكم ميزانكم هكا نتوما، قد يعني قد داك الماء ديال الحبه السوداء قد العسل. وصفه سهله يعني ما بسيطه، يعني المكونات ديالها متوفره. هنا من احسن يكون عسل ديال النحل، من احسن يكون عسل ديال النحل، لانه فيه هو بيدو يعني فيه الدواء، هو بوحدو فيه الدواء. ومع هذه الوصفه هذه راه المناعه يعني كتقوي المناعه ديالك، كذلك يعني الا ضربك البرد ولا يعني النيوف ديالك كيسيلو اولا كتكحو بزاف اولا مخنقين، فهاد الوصفه غادي غير يعني تناولوا منها ملعقه واحده بالليل،
غادي الصباح ان شاء الله تصبحوا بخير، يعني غتحسوا براسكم خفف عليكم الحال، وحتى يعني داك السعال تيمشي، كذلك النيوف يعني ما كيبقاوش يسيلوا. سبحان الله، يعني واحد الوصفة اللي معجزة يعني في علاج المشاكل ديال البرد. خلطت هنايا دوك المكونات بجوج، العسل مع داك الماء ديال الحبة السوداء. هنا غادي نحتاجوا الخرقوم عرق كما كتشوفوا معايا، خرقوم عرق مطحون، من احسن تكونوا طاحنينو وتعرفوا راسكم اشنو غادي تناولوا، ما تكونوش شارينو مطحون، يعني شريو مثلا رابعة ويطحن لكم مول العطرية في الماكينة ديال اللي كطحن هذا الخرقوم، وغادي تستعملوه وتعرفوا راسكم اشنو كتناولوا. كنديروا ملعقة صغيرة مع هاد المكونات اللي درنا سابقا. بالنسبة للخرقوم او الكركم، هذا طبيعي مزيان بزاف لهاد المشاكل هادو ديال البرد. صافي، وغادي نخلطو مزيان كيف ما كتشوفوا معايا هكا في الفيديو، غادي نخلطو مزيان هاد المكونات. المهم دابا غادي نضيف، غادي نزيد نضيف هذا السكنجبير، عاد غادي نخلط سكنجبير او الزنجبيل كما كتشوفوا معايا، غير هو يكون مطحون. المهم بالنسبه يعني الكركم، يعني كيحيد لنا الميكروبات، كيسرح يعني الجهاز يعني التنفسي. الناس اللي ما كيقدروش يتنفسوا يعني كضربهم البرد كيتخنقوا بزاف، فهو كيسرح الجهاز التنفسي. كذلك يعني فيه واحد المكونات او لا فيه واحد المواد يعني مضاده للفيروسات، مضاده للالتهابات، اللي يعني كتقوي هي الجهاز المناعي. اما بالنسبه للزنجبيل فهو حتى هو مزيان بزاف، لانه يعني تيعالج لنا هاد المشاكل هادو ديال البرد، ويعني مزيان بزاف. راكم عارفين الزنجبير الفوائد ديالو بالنسبه للكحه، بالنسبه للبرد مزيان بزاف. ومن بعد غادي ناخذ واحد الليمونه او حامضه كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نعصروا النص ديالها فقط كما كتشوفوا معايا، غير النص ديال الليمونه او حامضه، وغادي نضيفوه على هذوك المكونات. فهاد الزنجبيل يعني مع العسل والليمون ومع دوك المكونات الاخرى مزيانين بزاف المشاكل ديال البرد، يعني اقوى من الدواء، يعني اقوى من اي دواء غادي تناولوه، فهما كيعطي واحد النتيجه يعني مفعول ديالها سريع في علاج المشاكل ديال البرد كامله. ما كيخليوش الحريق ديال البلعوم، كذلك ديك البحه الا كانت ديك البحه حتى هي يعني كتحيد. يعني وصفه سهله والفوائد ديالها يعني مزيانه بزاف. ضفت داك النص ديال عصير ليمونه او حامضه كيف ما شفتوا معايا، وغادي غادي نخلط مزيان هاد المشروب هذا اللي حضرت بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. فبالنسبه لهاد السيرو او لهذا المشروب اللي حضرناه، كتبقاو تتناولوا منه ملعقه كبيره قبل كل وجبه، قبل كل وجبه ملعقه كبيره، يوم واحد فقط غتشربوه هذا المشروب هذا، يعني تبعوه يعني تسيروا يوم واحد فقط لغدا ليه، غادي تحسوا براسكم بخير، يعني الكحه غتحيد، كل شيء غادي يزول وغادي يخف عليكم الحال. تبعوه مده يعني واحد 3 ايام، راه ما كتبقى حتى شي حاجه، يعني كل شيء كينظف الصدر، كيحيد كاع داك الميكروبات يعني اللي كتكون متراكمه في الصدر، كذلك كيحيد ديك البحه، تيعالج البلعوم، يعني اي مشاكل ديال البرد كتحيد. وهذا السيرو اولا هذا المشروب كديروه في الثلاجه حتى يكمل لكم. اي واحد لا قدر الله يعني تصاب بالبرد اولا ضربوا البرد، غادي ان شاء الله يلقى هذا السيرو وغادي يشرب منه وغادي يرتاح ويتعالج ان شاء الله. والله يشافي جميع، وكنقول لكم نتمنى تجربوا هذه الوصفه لانها وصفه فعاله وعن تجربه يعني شخصيه. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر في التعليقات. ولهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، لا عندكم شي سؤال مرحبا خليوا لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم، وفي امان الله.